اللي عملها دي. كابتن عبد الستار، ايه النقط اللي تفوق فيها النهارده كابتن عبد الباقي على مستر زوران؟ الروح اول حاجه، الروح والجمهور، اعداده النفسي للفرقه يعني. وطبعا الدعم بتاع الجمهور وتشجيع الجمهور ده يعني ليه دور كبير جدا. النهارده يلعب في ملعبه، كان عايز يكسب من المباراه النهارده، من يعني من بدايه احنا شفنا النهارده بدايه غزل المحله ان هو طريقته والاستحواذ بتاعه من بدايه المباراه والضغط على فريق الاتحاد ان هو عايز يكسب، يعني ان هو عايز يكسب المباراه من اولها. هو ده اللي حصل ايه في بدايه الايه المباراه. احنا لو شفنا الثلاثه اللي كانوا اللي قدام في الشوط الاولاني، كان كريم واحمد الشيخ وتشارلز، كان تحس ان هم النهارده مختلفين، بيتحركوا في ايه في جميع الاتجاهات. يعني كل واحد في بوزيشن، مثلا ان تشارلز هو بيلعب فيرد مره واحده تلاقيه ناحيه اليمين يخش مكانه احمد الشيخ وكريم، كان في تحركات بشكل كويسه جدا. حتى لو شفنا الجون الاولاني مع محمد جابر وايهاب سمير، هم بيضموا في نص الملعب ان هم ايه مكملين ورا الناحيه الهجوميه. محمد جابر هو النهارده اللي كان تحس النهارده البدايه من ناحيته، كان ناحيه اليمين، كان شغل كل ناحيه غزل المحله ناحيه اليمين، كان ابراهيم الشيخ ومحمد جابر. يعني الكره دي يعني لو بص ابراهيم الشيخ، محمد جابر هو ليه دور كبير جدا في كل هجمه. احمد الشيخ، ابراهيم الشيخ ده مطرب، ابراهيم الشيخ ابراهيم الشيخ ده عضو مجلس احمد الشيخ كان عضو مجلس اداره النادي الاولمبي. احمد الشيخ كان ليه دور كبير، وهو محمد جابر. عشان كده احنا لو شفنا الجول الاولاني، لو نجيب الجول الاولاني النهارده، هو الجول الاولاني بص محمد جابر بيلعب في نص الملعب، تحسه مكمل مع تشارلز. يعني الناحيه الهجوميه تحس ان التحركات مع تشارلز مع كريم مصطفى كانوا مميزين جدا. لا، فرقه غزل المحله النهارده الشوط الاولاني من البدايه كان هم عايزين يكسبوا المباراه. فرقه الاتحاد النهارده التنظيم الدفاعي مشكله عندهم. النواحي الدفاعيه، يعني فريق الاتحاد النواحي الهجوميه كان بشكل مميز، عندهم انتشار كويس، بس بتوصل النواحي الدفاعيه. محمود علاء، خالد صبحي كان بعاد شويه عن نص الملعب والنواحي الهجوميه، عشان كده كان في فرق كبير جدا. كان غزل المحله بيحاول ينتهز الفرصه ورا الخطوط ورا نص الملعب، والهجمات المرتده برضه من ناحيه احمد النادر واحمد الشيخ كان مميزين جدا، على طول بيستغلوا الكره على طول ورا خط دار محمود فريق الاتحاد. عشان كده لا، النهارده يعني محمود علاء، احنا نبص برده محمود علاء كان مشكلته النهارده كان بيبص النواحي الهجوميه، كان عنده على طول ان هو اول ما الكره بيطيعها فريق الاتحاد بيكمل على طول. الكره دي شالها المهدي براعه برده. نبص بس نجيب الجون الثاني اللي دخل في فريق الاتحاد. يعني احنا نجيب الجون الثاني بص بس خلاص كان في اخر الدقايق والاتحاد بقى بيلعب الكل في الكل عايز يتعاد. لا بس التنظيم برضه التنظيم مهم جدا. بس خلي بالك فين البديل اللي بيبقى موجود في الناحيه في الناحيه الدفاعيه؟ معلش انا سكرت في نقطه، هو ديت في الماتشات الاخيره في الوقت الاخير كان محمود علاء لعب فرود، يعني اخذ امر ان هو يلعب فرود بس ولعب بثلاثه. فين اللي موجود مكانه؟ في خالد صبحي هنا، واللي راجع سيد سالم هنا. سيد سالم ده اللي راجع مع الراجل ده هنا كان بيلعب لوحده. طب ده ياخدنا النقطه مهمه. مودي، هل بتشوف انه النهارده مبلول وغيابه اثر هجوميا على